السلام عليكم. عندنا حساس جديد صراحة رائع وجميل وظريف جدا، اسمه لايت انتربتر. تمام، الآن طبعا هو يرسل عبارة عن ضوء يرسل ما بين الأول هنا والثاني. تمام، طيب الآن أسوي مثال عليهم. إذا جبت الآن مثل هذه الورقة خلاص ووضعتها وقطعت الضوء عليهم، أي سويت مقاطعة للضوء، حتشتغل اللمبة هذه. تمام، شوفوا الآن شايفين اللمبة ما هي واضحة. طيب خلينا نقربها مرة ثانية، نضعها في النص في المنتصف. شايفين اللمبة كيف تشتغل؟ هشيلها، هنقفل اللمبة مرة ثانية. تمام، جميل، هو نفس الكود البرمجي اللي كان في المثال اللي كان في المشروع السابق، وحوريكم برضو الآن المشروع أو الكود البرمجي. هذا هو الكود البرمجي، نفس فكرة المشروع ايش السابق. تمام، نفس فكرة المشروع السابق. طبعا قيمته هو اصلا قيمته صفر. تمام، لكن عندما تحصل اي مقاطعة تصير قيمته كم؟ قيمته واحد. اشكر لكم حسن استماعكم والى اللقاء.